السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قصة أخرى من قصص المجتمع المغربي. نقدر اليوم ما نسميهاش قصة، نقدر نسميها فاجعة. معنا الآن هذا الشاب اللي كتشوفوا فيه مباشرة، اللي هو الشاب حسام اللي ما كيتجاوزش العمر ديالو 26 سنة. 26 سنة دوز قرابة نصف ديالها معاناة وآلم مع المرض، وقانع وراضي بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى. 12 سنة من المعاناة مع مرض السل، وكذلك عنده الماء، كان عنده السدر في العديد من الأماكن. هذه هي القصة اللي غادي تتابعوها معنا اليوم، قصة مؤلمة جدا. كنتمنى منكم تبقاو معنا تسمعوا تأوهات ديال حسام. هذا ماشي هذه القصة، ولكن الله غالب، هذا هو هذه المهنة ديالنا، يعني مهنة ديال المعاناة ومهنة ديال المتاعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بغيت إلا كان سبتي قرباني شوية هنا، دوري كرسي، لا دوري كرسي عندي الكاميرا، دوري كرسي الكاميرا إذا كان ممكن. هذه الأم ديالو غادي تعاود لينا على المعاناة ديال حسام، حيت رغم حنا غنعاودو ولكن ماشي بحال تعاود اللي غتعاود الأم ديالو. لا المشاهدين الأوفياء بغاو يعرفوا شنو واقع حسام. حسام ولدي كانت عنده 14 عام من تما وهو هاز هاد المرض. كنمشي للسبيطار، كنمشي لميريزكو، كندوي يدوز وداكشي، منين كيرجع عاوتاني كيرجع ليه داك المرض. عنده الماء، وعنده الماء في جواد القلب، وعنده الماء في كرشو، والماء في الرية، وفي الصدر، الصدر وفي الظهر ديالو. كل 15 يوم خاصو يحيد هذاك الماء، وانا ما عنديش الامكانيات باش نبقى نحيد ليه الماء. والسبيطارات ديال المخزن نتوما راكم عارفين كيعطيونا الرانديفوات، سيرو شهر شهرين سميتو، حنا ما نقدرش انا نشوف ولدي بحال هكاك، ما لقيت ما ندير. تعيت دابا راه جبتو للدار وراه مسكين، راه عيان بزاف، وانا كنشوف فيه بحال هكاك وانا كنتقطع وما قدرش ندير ليه حتى شي حاجه. والله يرحم الوالدين اللي هو كله هو مسلم، وفي هذا الشهر ديال الغفران اللي دار شي حاجه ربي هو اللي غادي يجازي. غادي نوصلوا لذاك الشيء، غادي نوصلوا غير التذكير باش ما ننساش مشاهدينا الاوفياء. ف حسام يتيم الاب، الاب ديالو توفى، الام كتقاضى معاش، غادي تسمعوه بدون ليكم شحال تكون معاش. المعاش ديالي 100 درهم. شحال عاوديها؟ 100 درهم في الشهر. كيخلصونا حنايا مالين المخزن، كيخلصونا على 20 يوم، 20 يوم كنشدو ديك 100 درهم، وانا كنهز الجفاف على الناس عند العيالات، وما عنديش صحة. دابا ما بقاش عندي صحة باش نمشي نخدم ولا ندير شي حاجة. هو هذا هو اللي كاين. واخ غادي نسولوك حسام، واخا انت مريض غادي تصبر معنا حسام باش يسمعوك، باش يسمعك المشاهد، يسمعك المواطن المغربي الى داخل ارض الوطن، باش يسمعوك حسام. نحاول ندوي. دوي حبيبي دوي. ايوه قول لهم حبيبي، عاود لي شنو عندك، شنو عندك حبيبي؟ عاودي لي عندي كيبقيت نفخ، عندي الرياء، عندي الصدر، خزر الخويا، وكان طبق، كان خاوي لي الصدر، ورياش، قربنا الكاميرا هنا، قربنا الكاميرا. زيد عندنا قرب هكا. كنجربو هادشي، ما عرفت علاش، اش فيها؟
لا لا وامزق القلم دابا عايدك شوية عايدك شوية الملكين عايدك شوية واخا ما تجاتش راسك ودي ما جاتش راسك عاودي لنا شنو بغى يقول دابا عاودي لنا شنو بغى يقول دابا شنو بغى يقول قال لك دابا تيحيدوا ليه الماء وعاوتاني تيولي يرجع ليه من الصدر ديالو ومن كرشو ومن الضلوع ديالو وداكشي دابا واخا كيحيد هذاك الماء كيرجع ليه دابا مشينا عند واحد الطبيب داونا الناس على حسب الطبيب ديال القلب قال لينا خاص هاد الدري يمشي لبرا يحيد هاد القلب ويرد قلب اخر يدير قلب اخر خاصو يحيد القلب ويدير قلب اخر قال لينا خاصو يحيد هاد القلب شحال بقى عنده النسبه اللي بقات عنده شحال 35% اللي قالوا لينا 35 ورجل ديالو وحده كانوا دايرين العروق ديالو كانوا محبوسين محبوس فيه الدم ودابا سرحوا ليه واحد رجل وواحد رجل واحد رجل انتم خرب عندنا الكاميرا هنا باش انتم كتشوفوا مخفي مخفي انتم مشاهدينا مشاهدينا اوفياء شوفوا معنا وكنعتذروا خلي خليه بحال كوردا انت لا تهجروا ورينا انا رجيله شوفوا رجيلة مشاهدينا الاوفياء شوفوا قرب عندنا الكاميرا هنا شوفوا مشاهدينا الكرام شتي لي على هذا الرجل ديالي باش يشوفوه كنعتذروا على هذه البشاعة ديال هذه الصورة هذه يعني كنعتذروا على هذه البشاعة ديال هذه الصورة هذه هزي شوية انتوما مسكين راه دير انتوما واخا غطيه الله المستعان انا صراحه حالات الحالات ما كنبقاش كنت بلونطا ما كنبقاش نعرف نهضر واخا دابا شنو حنا بلا ما نقولك شنو المعاناه اللي كيعاني حنا معاناه شفناها بعينينا شنو المتطلبات دابا حسام اللي شنو خصو باش حسام يرجع واحد الانسان الحمد لله عادي بحال الناس العاديين شنو خص حسام دابا انا بغيت شي واحد يوقف دور عند الكاميرا باش تسمع بغيت شي واحد يوقف مع ولدي يوقف معاه وربي سبحانه الا هو اللي كيعاون المهم هو يكون السبب ولدي يولي ليا لاباس ويولي كيمشي ويولي يتقعد من هاد الفرشه اللي داير مسكين مجبد صحابو راهم كيلعبوا وهو مسكين مجبد فوق سميتو وانا كنشوف فيه وانا كنطيح شويه بشويه كنتالم معاه الليل في الليل مسكين ما كينعش وكنبقى معاه حاضيه معاه وبالنهار ثاني هكاك ما كينعش والله يرحم الوالدين هادشي اللي غنقول لكم كيبات مسكين بحال هكا حيت شفتو انا دابا كيبات بحال هكا كاينيني بحال هكا ماما دير لي مسدي لي رجل محبوسه فيه الدم كيفاش غدير نمسدها ليه ولا سميتو ما عندي ما ندير ليه وليدي مسكين بقى فيا ويلي ما عنديش الجهد شاهدين في الله ما عرفت اقسم بالله حسام حبيبي شنو بغيتي تقول للمغاربه نقول لهم هانتوما كنشوفو عينيكم حنا في قلبكم وكان يلقى هو منكم مرحبا بيه احنا الحمد لله واقفين بلا كناش بصاحب الجلال كنا كلشي غير انني نتشافق ويبعد ايوه الحمد لله ويقعد على الكرسي يقعد يسافر كل ما سافت يقعد على الكرسي اه
صراحة بعض الحلقات مابقاش عندك التركيز مهما بلغتي من الفصاحة مهما بلغتي من الأفكار. كاين شي حلقات شي قصص اللي كتوقف صراحة كتوقف عاجز ما كتبقاش تعرف شنو تقدم وشنو تأخر. أنا اللي غنخلي الأم ديالو هي اللي تناشد مغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، تناشد المحسنين، تناشد الناس ديال الصحة. غنخلي الأم ديالو شوفي في الكاميرا، دوري عند الكاميرا وسمحي دوري عند الكاميرا وغانتي قولي أنت اش بغيتي. كنتمنى من الله ومنكم تكونوا مع هذا الولد ولدي، تكونوا معاه، توقفوا معاه، وربي هو اللي كيجازي. واخا نقول انا حتى نعيا، وان الله هو اللي يجازي كل واحد، ولا لا يطيح شي واحد بحال هذا الشيء، ولا لا يمرض شي واحد بحال هذا الشكل. كنتمنى المسلمين ديالنا، المغاربه ديالنا، لا اللي لداخل ولا اللي برا، ولا فين ما كانوا المسلمين بغيتهم يحنوا على خوتهم المسلمين. حيت علاش احنا اليوم عندنا وغدا ما عرفنا فين غتكون. وهذا الشهر هذا اللي كترفع الحسنات ديال الانسان، ان داكشي اللي كيدير وداكشي اللي سميتو كترفع عند الله. اللي دار شي حاجه الله يجازيه، ربي هو اللي كيجازي. واخا نقول حتى نعيا انايا، ربي هو اللي كيشوف، ربي هو اللي يجازي كل واحد كاع اللي كيمشي في الخير واللي كيدير الخير. ربي يجازيه، ربي يجازيه كل واحد على قد نيته. والله يرحم الوالدين، الله يجازيكم. حسام حبيبي شنو هذيك حسام حبيبي، اعطي الكلمه ديالك الاخيره لخوت المغاربه والديك. طيب كل واحد على قد نيته، وكيف ما يتعامل معنا حنا نكونو تحنا يد وحدة. والحمد لله على كل حال، أيوا يخير وينا. أنا من الأول الأول والآخر، أنا بينا بزاف تحويج أبتينا لازم حالي، ولكن هذا أنا ضحت والحمد لله شغندير. أقول علاش أنا ضحت بارك عليك حبيبي، بارك عليك. مشاهدينا صراحة مرة أخرى الإنسان كيوقف عاجز أمام القدرة الإلهية. هذا هو العجز اللي كنحسوا براسنا ضعاف أمام الله سبحانه وتعالى. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، شكون اللي كيشوفها هما دوك الناس المرضى هما اللي كيشوفوا ديك التاج اللي فوق راس الإنسان اللي صحيح حمد الله وشكره. ودنا حسام ما كيمثل ما والو، هذه مباشرة. وبالمناسبة هذه أول مرة كتخرج للإعلام ياك؟ أول مرة زعما قلنا شي واحد شي حاجه، يعني صابرين هاد المعاناه 12 عام صابرين. كنقول دابا ربي يعفو، دابا ربي سميتو، دابا ما كنقدرش نقول شي واحد انا خاصني ولا انا بغيت ولا. ولكن تقهرتي. كنطلب الله سبحانه الا هو في الليل وبنهار، كنقول يا ربي جوز عليا هادشي، يا ربي عفو عليا، يا ربي سميتو. واني دابا ما كرهتش ولدي ولي ليا لاباس عليه. كنطلب من المحسنين هما اللي يشوفوا، وربي سبحانه الا هو اللي يكمل هاد الشيء، هو اللي يشوف فينا ويشوف جميع المسلمين. مشاهدينا الاوفياء كنعتذر، ولكن كنبقاو بشر، كنبقاو انسان. يعني ملي كتحس بالمعاناه ديال خوك المسلم وديال ولدك وديال الاب ديالك وديال الام ديالك،
فاحنا كنبقاو بشر والحجر راه ذكر الله في القران وان من الحجارة لما يتفز منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه ماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله. يعني حنا كنبقاو بشر هذا حجر كيخرج منه ينابيع وكيخرج منه الماء فما بالنا حنا بشر دم ولحم. كتشوف هاد الحالات هادو كتعرف الدنيا ما فيها والو. اذا باش ما نطولش عليكم واش غادي نلقاو فيها؟ هذه اول مره الام ديال حسام رغم المعاناه مع حسام 12 سنه يعني في عمره 14 ما عاش هاد الحياه هاد الوليد هذا ما عاشهاش. المعاش ديال الاب 100 درهم 100 درهم يعني الاب الله يولي برحمته الله كان مزوج ثلاثه ديال العيالات. النصيب ديال الام ديال حسام كتجي 100 درهم في النصيب ديالها. يعني ليكم ان تتخيلوا واحد الانسان الام ديالو كتقاضى معاش ديال 100 درهم. عندها جوج ديال الوليدات مع يعني الحكم كيبقى من بعد الله كيبقى للمواطن المغربي. كلمه الاخرى باش نختم حيت انا صراحه كيم دوري عند المغاربه شوف فيهم وقول لهم 100 درهم وتا السكنه ديال الوراثه راه بغاو يبيعوها قال كيبيعوا السكنه وكنعاني وكنعاني وكنقول دابا ربي يدير فراج كنطلبوا الله كنطلبوا الله كثر وكنتقول الزنقه والمسلمين كنقولوا اي لحظه غادي نخرجوا غنخرجوا للزنقه ما عندناش ما عندنا باش نشريو ولا باش نداويو ولا باش نشريو حتى الدواء ما عندنا. وحنا كنتمناو منكم ومن الله سبحانه الا هو هو اللي يشوف فينا. الدواء حبيبي قول اسمو الدواء ايوه في حالنا الدواء ما بغينا دار لا والو بغيتي حبيبي هاد الدواء ما بغيتي لا دار لا والو مسكين الدواء صافي قالك باغي هاد الدواء ما بغينا دار لا والو باغي صحتو واخا حبيبي واخا واخا سي بويت واخا صافي واخا واش غادي نلقاو فيها راه الصورة أبشع مما تتصوروا أبشع. قلت نوريكم أنا طبيعة الحال قوانين ديال مواقع التواصل الاجتماعي ورأفة كذلك بمشاعر ديال المواطنين اللي العديد منهم تواصل معنا وكيقول لنا بارك علينا قال لك تقهرنا قال لك تقهرنا بالمشاكل ماشي ديك معنا أنه ما عندنا ما نديرو لا غير قال لك ما كنجيو فين المرا في هذه حتى كتحطونا بحاجة أخرى اللي كنبكيو أكثر عاوتاني ولكن هذا هو حال ديالنا هذه المهمه ديالنا هو اننا نوصلوا الرساله. راه الا ما جيناش حنا كنا سبب لحسام ومثل حسام والام ديال حسام ووصلنا هذه الرساله وحطيناها للمواطن المغربي حطينا المحسنين راه ما يمكنش هاد الناس غيتعرفوا. اذا هذا هو الدور ديالنا راه ما عندنا ما نديرو. مكره اخاك مكره اخاك لا بطل مكره اخاك لا بطل ديال باش دائما لكل بدايه نهايه لكل بداية نهاية لكل بداية نهاية كما أقول دائما. ونحن سنأتي على نهاية هذا البث هذا المعاناة رغم أنه احنا إن شاء الله غنواكبوا حسام لآخر لحظة إن شاء الله حتى يوقف على رجلاته وتيدي الله تولي الخير. إذا المشاهدين الأوفياء باش ما نطولش عليكم كنعتذر مرة أخرى إذا صدرت منا شي حاجة راه فوق الطاقة ديالنا. إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث. كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي من هنا يحييكم دمتم في عاش الله وحفظه وإلى اللقاء.